ومباشرة إلى صحفنا في صحيفة القوات المسلحة حمدوك. السودان سيقدم كل الدعم لإثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية. تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتقديم بلاده كل الدعم والمساندة لإثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بإقليم تيغراي المتخم للحدود السودانية الإثيوبية. جاء ذلك في تغريدة لحمدوك عبر حسابه على تويتر، وهي الأولى من نوعها منذ تجدد المعارك الإثيوبية نهاية الأسبوع الماضي. وذكر رئيس الوزراء أنه تابع اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهر يوليو تموز الجاري حول إثيوبيا، مشيرا إلى أنه يتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها خاصة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، إضافة لإجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار إثيوبيا. أستاذ بكري، كيف تقرأ تصريح رئيس الوزراء فيما يتعلق بالاشتباكات وتجدد الاشتباكات كذلك؟ وطبعا إثيوبيا شهدت يمكن خلال 48 ساعة الماضية أحداث عاصفة جدا في إقليم تيغراي. استطاعت قوات دفاع إقليم تيغراي أنها تدخل العاصمة مكالي وتهزم القوات الفيدرالية الإثيوبية وتهزم أيضا حليف الإريتري، وأسروا آلاف من الجنود والضباط الاثيوبيين. الاحداث حقيقه كانت مفاجاه للمراقبين العسكريين، خاصه بعد ان بسط الجيش الاثيوبي سيطرته على اقليم تيغراي، انهزم بشكل مفاجئ وبشكل كبير جدا، وانسحبت القوات الحكوميه انسحاب يعني فاجأ كل المراقبين، ووقع العشرات الالاف منهم حقيقه في الاسر. التطورات دي حقيقه صحيح انه بعد ذاك الحكومه الاثيوبيه من جانب واحد اعلنت وقف اطلاق النار، لكن انا في تقديري انه هذا الكلام فيه نوع من التدليس. الجيش الاثيوبي انهزم هزيمه نكراء حقيقه، هو ورديف الجيش الاريتري في اقليم تيغراي. الان اقليم تيغراي والعاصمه مكالي تحديدا بايدي قوات الاقليم، ايدي القوات الخاصه باقليم التيغراي. تطور لاحق برضو اعلن اليوم اقليم اروميا في اثيوبيا طلبوا بحق تقرير المصير حسب الدستور الاثيوبي، بمنح حق تقرير المصير خلال النظام الكونفدرالي. انا افتكر انه الاحداث دي كلها عقدت المشهد الاثيوبي بشكل كبير جدا. الحكومه المركزيه في اثيوبيا الان تواجه صعوبات كبيره جدا تتمثل في الاوضاع الامنيه وفي التعقيدات السياسيه، وده فشل مبكر لحكومه الرئيس ابي احمد. الاثيوبي والسودان طبعا مترابطون علاقات قديمه وعلاقات عريقه جدا، والسودانيين دائما محل احتفاء وتقدير من الاثيوبيين يعني. وانا افتكر انه الاثيوبي عندها ايادي بيضاء على السودان، ظلت اديس ابابا يعني تستضيف كل المفاوضات السودانيه بين الفرقاء السودانيين منذ ايام الحركه الشعبيه لتحرير السودان بقياده الدكتور جون قرنق، والحركات التاليه يعني يمكن اتعقدت اكثر من 20 جوله مفاوضات ما بين الحكومه السودانيه والحركات المسلحه السودانيه في العاصمه الاثيوبيه. اثيوبيا عندها مواقف كبيره جدا تجاه السودان. انا افتكر انه جاء الوقت على السودانيين ان يردوا الدين للاشقاء في اثيوبيا على المستوى الاجتماعي، مستوانا كمجتمع، وعلى المستوى الرسمي. المتوقع طبعا انه يحصل تدفق من اللاجئين من اقليم تيغراي لانه هو محاذي للسودان. بعد الاحداث الداميه دي متوقع انه يحصل تدفق من اللاجئين للحدود الغربيه لاثيوبيا اللي هي الحدود السودانيه. افتكر انه ده دورنا هنا كدوله وكمجتمع في انه الناس يستوعبوا. والسودان طبعا برضو عنده تاريخ مشرف جدا في هذا الجانب. افتكر انه الاثيوبيين اللي يدخلوا السودان محتاجين انه المجتمع يقدم لهم مساعدات سريعه، محتاجين انه الدوله تهيئ لهم بمساعده طبعا الامم المتحده والمنظمات الدوليه انه تهيئ لهم المعسكرات المطلوبه. على المستوى الرسمي انا افتكر انه السودان ممكن ان يكون مقبول كوسيط بين الفرقاء الاثيوبيين زي ما هم قبلوا بواسطتنا وزي ما نحن قبلنا بواسطتهم، خاصه بعد التغيير الاخير الذي حدث في 2019 في السودان. كانت اثيوبيا هي الوسيط الاول والمقبول بالنسبه للفرقاء السودانيين. انا افتكر ودي حاجه متعلقه بكيمياء الشعوب يعني والقواسم المشتركه يعني. افتكر انه السودان ممكن يكون انسب وسيط في الاحداث الاثيوبيه الجاريه، انه يتوسط ما بين السلطات الحاليه في تيغراي في اقليم تيغراي وكذلك في اروميا وما بين الحكومه المركزيه الاثيوبيه. السودانيين يعرفوا
يعرفوا مداخل الشخصية الأثيوبية، بيعرفوا تركيبة الشعب الأثيوبي، هم مؤهلين أكثر من غيرهم بهذه المعرفة في أنهم يكونوا وسطاء، وأنهم يكونوا يعني من الذين يمكن أن يصنعوا حلولا للأزمة الأثيوبية. هل تتوقع أيضا أستاذ بكري بعد تجدد هذه الاشتباكات، أو هل نعتقد بأنها ربما تؤدي إلى سقوط نظام أبي أحمد؟ هو المرشح طبعا ما مش سقوط النظام، المرشح أسوأ من كده، المرشح انه ينفصل اقليم التجري، كذلك المرشح انه ينفصل اقليم اروميا، المرشح انه تتفتت الوحده الاثيوبيه، خاصه انه الدستور الاثيوبي هو دستور مرن جدا، يتحدث عن كونفدراليه تعطي الاقاليم صلاحيات كبيره جدا. انا افتكر انه اذا سارت الاحداث بهذا الاتجاه انه ربما تخرج عدد من الاقاليم عن الوحده الاثيوبيه. هناك ايضا حرب في الجنوب الاثيوبي في اقليم جومز والبني شانغول، انا افتكر انه برضه الاقليم ده ممكن من الاقاليم اللي هي تطالب بحق تغيير المصير وبالانفصال، وهو اقليم معروف تاريخيا بانه كان يتبع للسودان. افتكر انه عدد من الاقاليم الاثيوبيه معرضه لانها تنفصل من اثيوبيا الام، ودي ما اول تجربه تمر بها اثيوبيا. اريتريا كانت اقليم تابع للدولة الأثيوبية، ظلت تحارب المركز الأثيوبي لسنوات طويلة جدا، وفي الآخر انفصلت وحققت تغرير واستقلت. أنا أفتكر أنه من السيناريوهات المخيفة أن تتفكك الدولة الأثيوبية، لكن إذا كانت المسألة بقت في سقوط نظام أو تغييره فبتكون ألطف يعني. نعم، ومباشرة إلى صحيفة الوطن، وفيها جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي بشأن صد النهضة. أبلغ مجلس الأمن الدولي الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن سد النهضة يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو، استجابة لمطلب الحكومة السودانية. وكان الجانب الأثيوبي قد اعترض على عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف سد النهضة، انطلاقا من أن المجلس لا يجب أن يتدخل إلا في حالة نشوء صراع يهدد السلم والأمن الدوليين. ولكن مجلس الأمن قرر رغم ذلك عقد جلسة يوم 8 يوليو الجاري، وسيشارك فيها وزير الخارجية السوداني مريم الصادق المهدي ووزير الري ياسر عباس. وكانت مصر والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن في ملف سد النهضة بعد توقف المفاوضات منذ إبريل الماضي، فيما ترفض أثيوبيا تدويل ملف سد النهضة بقصر المناقشات فيه على الاتحاد الإفريقي. أستاذ بكر المدني، أولا كيف ترى تدويل ملف سد النهضة؟ والله أنا كنت أتمنى يعني إنه ملف سد النهضة ينجز الاتفاق حوله بين السودان ومصر وأثيوبيا، وأن لا يتم تدويل هذا الملف، وأن يظل هذا الملف تحت طاولة الاتحاد الإفريقي. لكن للأسف حقيقة إصرار الجانب الأثيوبي على الجزء الثاني من السد هو الذي دفع بالسودان وبمصر باللجوء الى مجلس الامن. قبل يمكن حوالي ساعه عقد سفير دوله اثيوبيا في الخرطوم مؤتمر صحفي جدد فيه اعتراض اثيوبيا على الاقل على لجوء السودان لمجلس الامن الدولي، لكن اعتقد ان السودان ومصر الاثنين لجوا الى مجلس الامن مضطرين، لانه اثيوبيا اصلا زي ما قلت لك مصره على انجاز الملأ الثاني، وما كان ولا زالت تقبل اي تفاوض او نقاش في هذه العمليه. عمليا هنا طبعا سد النهضه كل العمليات الفنيه فيه واكتفت، هي قامت بملأ الجزء الاول، والان هي على وشك ان تملا ام تبدا في املاء الجزء الثاني. طبعا قفل الاملاء ده معناه انك تقفل السد، قفل السد طبعا اذا ما حصل اتفاق على مده الملأ ده ممكن يشكل اضرار مباشره على السودان. انا افتكر انه كان حريا بالسلطات في اثيوبيا ان تكون اكثر مرونه في التفاوض مع السودان ومع مصر في هذا الجانب. افتكر انها هي كخطوه استباقيه مطلوبه، هم شايفون في اعتراض بيتكلموا عن انه مجلس الامن مفترض ما يتدخل الا في حال نشوب صراع، لكن افتكر انه كخطوه استباقيه هي مطلوبه، لانه يعني التدخل بعد وقوع الصراع ربما لا يكون مجدي ومفيد مثل التدخل الاستباقي. أنا أفتكر أنه فيما يلينا كسودانيين كان بالإمكان أن يكون تقديرنا مختلف في هذه المسألة من وقت سابق،
لكن أختي الكريمة، دائما السودان يعني عرف عنه أنه يقيم علاقاته على العواطف أكثر من المصالح. يعني عندنا تجربة في إنشاء السد العالي في الستينات، يعني السد كان ممكن السودان يجني من وراءه مصالح كبيرة جدا، لكن للأسف هو سار في جانب العواطف وما جنى أي شيء، وكان من الممكن أن يحصل السودان على جزء من الطاقة المستوردة من السد العالي، يعني رغم الفائض الكبير اللي بتوفره لمصر طوال العقود الماضية. دخلنا برضو في ملف سد النهضة من غير تقدير لمصالحنا. صحيح الناس بيتكلموا أو مختلفين حول فوائد سد النهضة أو مسالب سد النهضة على السودان، لكن كمشروع وأثيوبيا من حقها طبعا أنها تمشي مشاريع على أرضها، خاصة أن دولة ما عندها مساحات زراعية من حقها انها تستفيد من الموارد المائيه الموجوده على ارضها ونابعه على ارضها، من حقها انها تستثمر فيها، من حقها انها تحقق الرفاهيه لشعبها. الان السفير الاثيوبي في الخرطوم قال انه عندنا حوالي 65 مليون اثيوبي يعيشون في ظلام دامس، نفتكر من حقهم الاستثمار وليس من حقنا الاعتراض مبدا على المشروع، لكن كان من الممكن انه الناس يصلوا الى تسويه في مساله المصالح، انه السودان يحققوا. برضه في مؤتمر وذا قال انه لما يبدا تشغيل السد السودان حيحصل على كهرباء باسعار زهيده، وقال انه نحن برضه السد بيحجز الطمع عن يعني هو حاول يعدد الايجابيات الممكن تتوفر للسودان، لكن انا داير اقول انه كان ميسر لنا، خاصه انه السد تاريخيا يقام على ارض سودان على إقليم سوداني، هو قال بشكل من الدبلوماسية أنه هو سد سوداني على الأرض الأثيوبية، لكن أنا أقول أنه كان بإمكاننا كدولة وكسلطات في النظام السابق أنه نحقق أكبر قدر من المصالح من السد للسودان، خاصة وأنه نعاني من نقص كبير جدا في الطاقة. كان من السهولة، وعلاقتنا مع أثيوبيا زي ما ذكرت علاقة جيدة جدا، كان من السهولة أنه نحصل على مصالح كبيرة جدا، أن نحصل على ما يقرب الشراكة في هذا السد الذي يبعد عن الحدود السودانية السياسية وليس التاريخية، فقط 20 كيلومتر مربع. نفتكر أنه أضاع السودان فرصة كبيرة جدا في أنه يحقق نوع من التوافق والاتفاق والمصالح المتبادلة مع أثيوبيا منذ الإعلان عن هذا المشروع. نعم، في نهاية الأمر وخاصة أن تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وطال أمد هذه المفاوضات أيضا، وبكثير من الأحيان أثيوبيا تضرب بهذه المفاوضات عرض الحائط وتبدأ في اتفاقيات خاصة بها، وترى أن هذه الاتفاقيات التي تقوم بها مصر والسودان غير ملزمة بالنسبة لها. هل نتوقع وصول هذه الدول الثلاث إلى أرضية مشتركة؟ والله شوف، أنا أفتكر أنه ربط الملف السوداني بالملف المصري هذا من الأخطاء الكبيرة، يعني برضو التي وقعت فيها السلطة الحالية. الملف السوداني في سد النهضة مفترض أن يكون ملف قائم بذاته، يعني مفترض أن السودان يبحث مصالحه بمعزل عن أي تطابق ثنائي بينه وما بين مصر. يعني أنا أفتكر أنه السودان كان قادر مع أثيوبيا بمفاوضات مباشرة أنه زي ما قلت لك يحصل على مصالح كبيرة جدا من السد، لكن مسألة الثنائية دي نفتكر الثنائية دي حتى من ناحية سياسية بتصير نوع من الحساسيات. نفتكر نحن يعني بذات الدرجة اللي بنمتاز بها بعلاقات مع أثيوبيا هي ذات العلاقات التي تجعلنا يعني من الدول القريبة جدا من جمهورية مصر العربية. في الثنائية هنا في تقديري ما عندها موقع من الإعراب والعلاقات الدولية، من الأفضل أنه نبحث مصالحنا بشكل مباشر. الأشقاء في مصر من حقهم يبحثوا عن مصالحهم بشكل مباشر إذا اتفقت الأطراف الثلاثة كان بها، وده هو المطلوب. أنا حقيقة استبعد، يعني شايف أنه كثير جدا من المراقبين بيتكلموا عن الأمر قد يتطور إلى صراع وإلى حروبات. أنا أفتكر أنه المسألة دي هي ما واردة بشكل كبير. الأشقاء في أثيوبيا يمتازوا بحكمة كبيرة جدا، ودخول المنطقة في حرب أنا أفتكر أنه سيحصل بالدول الثلاثة، يعني وليس دولة واحدة أو دولتين. يعني وإلى صحيفة أخبار اليوم والتي جاء فيها مقتل 9 سودانيين شباب جميعهم من أمدون بنيران قوات السواحل بالبحر المتوسط. لقي 9 من الشباب منطقة أمدون بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم حتفهم في مياه بحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل التونسية، ضمن 43 قتيل بين 127 مهاجر من جنسيات مختلفة من عدة دول من بينها السودان. الشباب السودانيون 9 المنتمون لأمدون جميعهم شباب
تتراوح أعمارهم ما بين 18 و23 عاما، وهم خالد آدم وعماد الزبير وعبدو والدبو شنب، مازن إبراهيم بلة، عبد الرحمن الصادق، أحمد علي، وحسب طه مزمل، عبد الحميد. وقال شهود وعيان من أبناء أم دوم الناجين ممن تم إنقاذهم لأخبار اليوم من تونس أنهم كانوا يستغلون قاربا متخصصا في نقل الشباب عبر ما يسمى بالهجرة غير الشرعية. وأبان شهود العيان أنه كان يحمل 127 مهاجرا من بينهم 45 من شباب أم دوم، بالإضافة إلى شباب من جنسيات دول أخرى من بينها إريتريا وبنغلاديش. ومن جهتها قالت منظمة الهلال الأحمر التونسي أن 43 مهاجر لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية إثر غرق سفينة كانت تقلهم محاولين عبور البحر الأبيض المتوسط من مدينة زوارة ليبيا إلى إيطاليا. وقالت المنظمة التونسية أنه تم إنقاذ حوالي 84 ممن كانوا على متن القارب. أستاذ بكري، فيما يتعلق بهذه الأزمة والتي أيضا نشاهدها مرارا وتكرارا على مدى السنوات فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وهجرة الشباب السودانيين وغيرهم من الجنسيات عبر الطرق غير الشرعية وينتهي بهم الحال غرقا أما يتم القبض عليهم قبالة الحدود مع بعض الدول، إلى ماذا أو إلى متى تتواصل الهجرة غير الشرعية؟ طيب، قبل الإجابة على السؤال، طبعا في الخبر ده فيه 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 تضارب. يعني صدر الخبر بيتكلم عن انه هؤلاء الشباب قتلوا على ايدي خفر السواحل قبالة الشواطئ التونسية والسلطات التونسية والهلال الأحمر، يتكلم عن قرق السفينة. إذا 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 صدق إنه هؤلاء الشباب قتلوا على يد خفر السواحل التونسية، أفتكر إنه دي مسألة مفترض إنها يعني تخضع للتحقيق، لأنه الشباب ديل هم بيعبروا عبر ليبيا وعبر تونس وغيرها من دول السواحل العربية إلى دول إلى قارة أوروبا. المفارق إنه الدول اللي هم بيكونوا مهاجرين لها لا خفر السواحل ولا السلطات الأوروبية بتقتلهم، بالعكس مجرد ما يصلوا للشواطئ الأوروبية بيتم استعجال إنقاذهم من البحر، بتقابلهم المنظمات الإنسانية، بيتقدم لهم المساعدات العاجلة، فكيف يقتلوا في قارة إفريقيا؟ يعني هم طالعين من إفريقيا، طالعين من بلدان، حتى الدول اللي قصدوها ما قاعد تقتلهم. يعني خفر السواحل الأوروبي سواء كان في فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا وغيرها ما قاعد يقابل المهاجرين غير الشرعيين بالرصاص. أنا أفتكر أنه على السلطات السودانية أن تطالب بفتح تحقيق حول وفاة هؤلاء الشباب سواء كان قرقا أو قتلا. أما بالنسبة لسؤالك، أنا أفتكر أنه الحال في السودان يقنع على السؤال، يعني وما والمضطر زي ما بيقولوا يركب الصعب. يعني الشباب السوداني يواجه واقع مجهول جدا في بلده ومستقبل مظلم، الأوضاع الاقتصادية أوضاع قاية في التعقيد، ليس هناك أي ضوء في آخر النفق بالنسبة لهؤلاء الشباب، ما في أي مؤشرات لأنهم يقدروا يبنوا مستقبل في هذا البلد رغم موارد البلد الكبيرة ورغم الفرص الكبيرة المتاحة للسودان وللسودانيين، لكن انسداد الأفق وانعدام الأمل دائما قاعد يضطرهم للهجرة غير الشرعية سواء كان لأوروبا أو حتى لإسرائيل. يعني السودانيين بيهاجروا لإسرائيل رغم أنها محاطة من الجانب المصري بسياج مكهرب، لكن كثير جدا من السودانيين بيحاولوا أنه ينفذوا عبر هذا السلك الشائك، وأغلبهم للأسف بيموت أو بيتوه في الصحراء سيناء. أكثر الجنسيات الآن قرغا في البحر الأبيض المتوسط من السودانيين، وأغلبهم يعني شباب في 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 مقتبل العمر، يعني ما دون العشرين في أغلبهم. يعني ويعني نحن نكاد نكون في كل أسبوع أو أسبوعين بنشهد حادثة مماثلة، يعني والبيصل البحر بيكون عرضة للموت، والبيكون عابر الصحراء عبر ليبيا بيكون برضو عرضة للاختطاف من قبل العصابات، عصابات الاتجار بالبشر. أنا أفتكر إنه الشباب السوداني محتاج لتوعية في هذا الجانب، لأن المسألة فيها خطورة بالغة جدا.
أيضا ده بيلقي بمسؤولية كبيرة جدا على السلطات السودانية، ليس بحجر هؤلاء الشباب عن الهجرة، لكن بتوفير سبل العيش في البلد، بمحاولة خلق مشاريع إنتاج، مشاريع عمل لهؤلاء الشباب. آخر دفعة قبل الدفعة الحالية دي برضه انغرقوا في البحر الابيض المتوسط، كانوا من الشباب الذين شاركوا في الثوره للاسف يعني، وكانوا مسجلين فيديوهات وانهم ماشيين لاوروبا، وانهم يئسوا من الواقع في السودان. زي ما قلت لك، المسؤوليه كبيره جدا بتقع على عاتق السلطات. بلدنا بلد كبيره، فيها موارد كبيره جدا، من السهل جدا انك توفر للشباب دي المشاريع وفرص عمل يعني. وأيضا إلى خبر آخر في صحيفة السوداني، فيها إحالة 24 متهمة للمحكمة بالشروع في تنفيذ عمليات إرهابية. أحالت النيابة العامة بلاغا خلية الأمن الشعبي للمحكمة المختصة التي حددت يوم الأحد أولى جلساتها للنظر في البلاغ. وتعود تفاصيل البلاغ المدون بالرقم 44 للعام 2019 لورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية. ودهمت النيابة بالتنسيق مع الجهات المختصة مقر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف بالخرطوم، وتم العثور بالمكان على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب. وطبقا لوكالة السودان للأنباء، فقد أسفرت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة لاحقا عن القبض على 24 متهما، وتم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض نظام السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى. أستاذ بكر، كيف تقرأ هذا الخبر؟ هو طبعا السودانيين بشكل عام ما عرف أنهم ميلهم للإرهاب ولا التفجيرات، وحتى السودانيين الذين يعني كانت لهم علاقات بالتنظيمات ذات الطابع الإرهابي سواء الطالبان أو غيرها، وعلى قلتهم ما شاركوا أصلا في أي أعمال إرهابية لا داخل ولا خارج السودان. سجل السودان في الإرهاب من هذا النوع سجل نظيف جدا، يمكن نحن ما شهدنا إلا حالة واحدة في التاريخ السوداني، يمكن كانوا أطراف سودانيين، هي المجموعة السلفية اللي قتلت موظف المعونة الأمريكية في السودان، افتكر في بداية الألفينات يعني. فيما عدا ذلك ما تم رصد أي عملية إرهابية قاموا بها سودانيين يعني، رغم الحديث الكثير جدا عن علاقة بعض السودانيين من تنظيمات الإرهابية. خلينا نقول أنه الخبر ده طبعا يتكلم عن اتهام أو يتكلم عن اشتباه، لأنه حتى الآن ما تم توجيه اتهام لهؤلاء المضبوطين يعني. بما انه المساله مساله اتهام، فالناس ما حتقدر تجزم بصحه الخبر بشكل كبير ما لم ان توجه المحكمه من حيثيات الجلسات اتهام صريح للمقبوض عليهم. انا لاحظت انها تتحدث عن الامن الشعبي، الامن الشعبي طبعا كان جهاز موازي لجهاز الامن والمخابرات الوطني في النظام السابق، جهاز كان معروف هو من أجهزة الظل للنظام السابق، بالضرورة أنه يكون بحوزة أفراده أسلحة، بالضرورة أنه يكون بحوزة أفراده أزياء عسكرية. أنا أتمنى أنه اللي يضاف إلى سجلنا وإرثنا الثقافي أن تثبت التحريات والجلسات والمحاكمات على غير ما ذهب هذا الخبر، وأن هناك التباس ما، وأن الحديث عن خلية إرهابية وتفجيرات هو محض تكهنات وربما تغييرات للأجهزة الأمنية، لأنه ده بينسجم مع تاريخنا وبينسجم مع ثقافتنا، على غير أنه ما ثبت العكس يعني. حتى الآن الناس بيسألوا عن حادثة محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء اللي ما حتى الآن ما وصل فيها لأي نتيجة، وأنا أفتكر أنه الأفضل أنه نصل أنه أن ليس هناك حادثة حقيقية، وأن ليس هناك محاولة لتفجير أي مبنى أو استهداف أي بشر. ده اللي بينسجم مع ثقافتنا، بيكون من المؤسف
مؤسف ومن المؤلم جدا أن تثبت التحريات والجلسات أن هناك فعلا كانت خلية إرهابية تعتزم من القيام بأعمال إرهابية في الخرطوم. يعني هل تعتقد أن هذه الأجهزة الأمنية ربما تلفق هذه التهم وتلفق مثل هذه الأحداث؟ لا، أنا ما نفت لك صحة الخبر. أنا تكلمت لك عن وجود جهاز أمن موازي، قلت لك أصلا هو الخبر بتكلم عن الأمن الشعبي. كان في جهاز أمن موازي لجهاز الأمن والمخابرات الرسمي للدولة في النظام السابق اسمه جهاز الأمن الشعبي. جهاز الأمن الشعبي ده قلت لك يتوفر له أزياء عسكرية، تتوفر له أسلحة. أنا أتمنى حقيقة أن يكون ضبط هذه المتعلقات فقط فيما يلي وضعية هذا الجهاز في السابق، وأنه ما يكون نعم وما يكون نعم إنه ما يكون عنده نية. يجب أن يكون لديه نعم بالضرورة، ولكنه أتمنى إنه ما يكون عنده نية لقيام بأعمال إرهابية، لأنه نحن برضو عندنا حادثة مشابهة حصلت في العام 2002 فيما عرف بالعملية التخريبية. تم ضبط أسلحة وتم ضبط أزياء عسكرية وتم توجيه اتهام لبعض المضبوطين بأنهم هم من الجماعات التي كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية، لكن اتضح أنهم برضو كانوا جزء من النظام السابق وجزء من أجهزته. أنا بس أتمنى أنه تكون التهم هي المتعلقات، التهم هي الحيازة، وأن لا تكون هناك فعلا نية للقيام بعمل إرهابي. نحن لا نستبعد شيء من النظام المباد والمحلول، ولكن إلى صحيفة النيل الدولية تأهيل المواقع المستردة بالفشقة وتجهيزها للزراعة. أعلن الجيش السوداني بدأ عمليات فلاحة الأرض التي تم استردادها من الميليشيات الإثيوبية بالفشقة الصغرى في ولاية القضارف. وقال مسؤولون عسكريون إن القوات المسلحة تمكنت من استعادة 95% من الأراضي الزراعية التي كانت تحت قبضة ميليشيات إثيوبيا على مدى 26 عاما ماضية. وكشف العميد ركن المهندس ياسر عبد الله من سلاح المهندسين بقطاع القضارف أن القوات المسلحة وعقب انتشار الجيش في نوفمبر من العام الماضي بدأت عمليات إعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشييد الطرق والمعابر الحدودية وإعادة تأهيل بعضها لتمكين المزارعين السودانيين من الرجوع لفلاحة الأرض. وقال خلال حديثه لوفد من التجمع الاتحادي والذي زار القضارف أو ولاية القضارف عن إنشاء معبرين واكتمال العمل فيها بنسبة 90% في منطقتي والعرود وود كولي بطول 160 كيلومتر، وبجانب أيضا عدد 4 جسور في مناطق سفارة في الفشقة سفاوة في الفشقة الكبرى وبركة نورين في محلية القريشة وسندس على نهر الرهد والواقعة بمحلية القلابات الشرقية. كما تحدث عن إنشاء معبر جبل حلاوة بمحلية باسمدة الحدودية حيث يقع مع الحدود الدولية. وأضاف أيضا أن القوات المسلحة نجحت في إنشاء طرق ترابية وإعادة تأهيل. أستاذ بكري، ما هو رأيك في هذا أولا في استعادة هذه الأراضي؟ وأعتقد أن المطلوب الآن في المرحلة القادمة هو المحافظة على هذه الأراضي خاصة وأنها عالية الخصوبة وكيفية الاستفادة القصوى منها. طيب، إذا كان واحدة من أكبر أخطاء النظام السابق هو التفريط في جنوب السودان الذي مضى بتغيير المصير، أنا أفتكر أنه واحدة من أكبر منجزات وإنجازات حكومة الفترة الانتقالية هي استعادة منطقة الفشقة، المنطقة التي ظلت تحت سيطرة الميليشيات الأثيوبية أكثر من ربع قرن من الزمان، تهاون فيها النظام السابق عبر الاتفاقات الثنائية ما بين مجموعات الأمهرة وما بين الحكومة المركزية في الخرطوم، وقتها اللي تحول بعدها إلى استيطان وإلى معسكرات وإلى إلى 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 إقامة منطقة إقامة دائمة للأمهرة الأثيوبيين. ده إنجاز كبير جدا لحكومة الفترة الانتقالية وإنجاز كبير جدا للقوات المسلحة السودانية، والإنجاز ده ما بيتم المحافظة عليه إلا في حالتين: بالمنشآت الجارية على المنطقة، يعني تقام الآن الجسور وتقام الكباري وتنشأ الطرق، دي واحدة من مظاهر الدولة في منطقة الفشقة، لكن ما بيكتمل الملف ده إلا إنه المنطقة فعلا تعمر بالوجود البشري. يعني احنا بنتكلم عن الشباب اللي بيهاجروا لاوروبا، نتكلم عن عدد السكان في الخرطوم اللي وصل تقريبا ل 10 مليون، اعداد كبيره جدا من الشباب ما لاقي شغل، اعداد كبيره جدا من الشباب بيعملوا في اعمال هامشيه سواء في الرصيد او الكمسنجيه في المحط او غيره يعني من الاعمال الهامشيه. انا افتكر انه بما انه عندنا منطقه وهي زي ما ذكرتي من اعلى المناطق في الخطوبه في العالم، انه الناس تحاول ان تعمر هذه المنطقه بالتواجد البشري، توزع المنطقه دي كمشاريع للشباب تفتح للاستثمار.
التوطين السودانيين في هذه المنطقه. انا افتكر هو بشكل الحمايه الاولى للمنطقه. المنطقه لا تحرس دائما بالقوات، لا تحرس دائما بالسلاح، لكن تحرس بمظاهر الدوله المدنيه، تحرس بالوجود، تحرس بالاستثمارات. اذا ظلت الفشقه في هذا الوضع، انا زرت الفشقه اكثر من مره في اوقات متفرغه، يعني يمكن عدد السكان السودانيين فيها لا يبلغ ال 15%. نفتكر انه ده وضع مغري للاخرين في انه يدخلوا المنطقه، وانت ما حتقدر الا تكون حارس عليها بالبندقيه طوال الوقت. وحتى هذه الحراسه هي معرضه للانتكاسه، او تحولت المنطقه لمنطقه عمليات دائمه. نفتكر انه الان وقبل فوات الامان، وخاصه انه في عمليات بنيه تحتيه تجري في الفشقه، مطلوب من الشباب السوداني انه يتجه الى منطقه الفشقه للاستثمار وللزراعه وللاستقرار. نعم صحيح. وإلى وكالة السودان للأنباء، البرهان يبعث ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس ببرقية تهنئة للسيد محمد عبد الله فرماجو رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا للشعب الصومالي دوام النماء والتطور. وأعرب رئيس مجلس السيادة في برقيته عن تطلع السودان لتعزيز أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع الجمهورية الصومالية، مؤكدا رغبة السودان في دفع أفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. أستاذ بكري، كيف ترى العلاقات السودانية الصومالية وطريقة تعزيزها؟ طبعا احنا بتجمعنا مع الـ مع الـ مع الـ مع الدوله الصومال منطقه القرن الافريقي، يعني احنا جزء من هذا هذه المنطقه. ايضا بتربطنا مع دولة الصومال الكثير جدا من القواسم المشتركة، سواء كانت ثقافية او عقدية او غيرها. بيربطنا برضو التاريخ المشترك، يعني الصومال من اوائل الدول التي نالت استغلالها في افريقيا، مثلها في فترة مغاربة للسودان. الشعب الصومالي كان مستعمر من قبل الاحتلال الطلياني الايطالي، قاد معركة التحرير بشكل شرس جدا. تعرضت دولة الصومال بعد ذلك طبعا لتحديات امنية. السودان كان نصير للصومال طوال العقود الماضية، الآن تستعيد الصومال حقيقة استقرارها وتستعيد شكل الدولة. أنا أفتكر أن الصومال عبرت حقيقة، والآن المتابعين للملف الصومالي يقدر يحكموا يعني بعلامات كاملة لتجاوز الشعب الصومالي لأزمته. في كثير جدا من المصالح يعني يمكن ان تقوم بين السودان وبين الصومال، خاصه ان الصومال دوله ساحليه بتتوفر لها كثير جدا من الموارد، لكن برضو السودان دوله غنيه بالموارد، يمكن ان تكون هناك كثير جدا من القواسم المشتركه والمصالح بين الدولتين. الصوماليين برضو هم زي الاثيوبيين من الشعوب القريبه لنا، خاصه في القواسم المتعلقه بالاداب وبالفنون وبالاقارب وما الى ذلك، علاقات قديمه وعلاقات راسخه حتى على مستوى الاسر. في اسر في الصوماليه في السودان منذ سنوات طويله جدا، ايضا في سودانيين، وفي بالعكس حتى في على مستوى المجتمعات، يعني في قواسم مشتركه وفي دماء مشتركه يعني. نعم. طيب، ومباشره الى اخر اخبارنا اليوم، صحيفه هلال راوى فيها الهلال يواصل استعداداته لمواجهة الخرطوم. عاد فريق كرة القدم الأول بالهلال لمواصلة تحضيراته بملعبه عصر أمس عقب أدائه لمباراته أمام الأهلي الشندي في الدوري السوداني الممتاز، والتي كسبها برباعية نظيفة بتوقيع مهاجميه وليد الشعلة ومحمد عبد الرحمن. وتجيء تحضيرات الأزرق استعدادا لمواجهته المقبلة في الدوري الممتاز أمام الخرطوم الوطني في 7 من الشهر الحالي. أستاذ بكري، ما هو المطلوب من لاعبي الهلال في المرحلة الحالية للحصول على لقب الدوري الممتاز؟ والله خلينا أقول بشكل عام، هو واحدة من الحياة اللي ما بيهتموا بها اللعيبة السودانيين، سواء على مستوى الأندية أو الفريق الوطني المنتخب القومي، ما بيهتموا بالتمارين، وده بينعكس في 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 ضعف اللياقه البدنيه بالنسبه للاعب السوداني. يعني بيهتموا كثير جدا بالمباريات، لكن ما بيهتموا على الاقل في المواظبه على مساله التمارين. كره القدم تغيرت، ما زي زمان، يعني اذا ما في تحضير جيد بالنسبه للفريق فريق الكره، انا افتكر انه ما ممكن يتحصل على نتائج ايجابيه. صحيح انه الهلال فريق كبير، وصحيح انه الدوري الممتاز بيضم فرق اقل منه في الاسم واقل منه في التجربه، لكن انا بيتخيل لي انه كره القدم اصبحت
هي مسألة زيها زي العلوم يعني، فإذا ما تم تحضير جيد، إذا ما تم إعداد جيد، إذا ما تم التزام بالتمارين، أفتكر إنه أي فريق معرض للخسارة ومعرض لإنه يخسر الدوري الممتاز. فده بخلينا نؤمن على ضرورة أن يلتزم الفريق بالتمارين الرياضية، وأنا أفتكر إنه هذا ما ينقص الفريق. فيما عدا ذلك كل الظروف هي في صالح فريق الهلال. الفريق الهلال فريق عريق، فريق يعني يمكن تجاوز السمعة والأطر المحلية، من السهل عليه أن يكسب الممتاز وغير الممتاز يعني. نعم بكل تأكيد، شكرا لك أستاذ بكري، كنت معنا اليوم في البونت العربي. شكرا جزيلا. مشاهدينا كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بالبونت العريض. المزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا www.alhilal.az.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نسعد جدا بالاستماع إلى أرائكم وتعليقاتكم. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.